وعلى طريق صفت الخمار في نفس الاسبوع على التوالي، يعني يمكن من اسبوع حوادث كتير على هذا الطريق، يمكن دلوقتي حصري وعاجل الان من على طريق صفت الخمار، انقلاب، حادث تصادم بين انقلاب سيارة نص نقل وسيارة ملاكي. حتى الان يعني تم نقل المصابين الى المستشفى، وحتى الان يعني زي ما حضراتكم شايفين من قلب الحادث الان على طريق صفت الخمار بمركز المنيا. يمكن مش الحادثة الاولى في هذا الطريق، يمكن اكتر من يعني من اسبوع تقريبا شاب توفي، ومن ايضا من اسبوعين كان احد شباب القرية برضو توفى في هذا الطريق في حوادث تصادم. يمكن الطريق زي ما حضراتكم شايفين طريق ضيق جدا، يمكن انا دلوقتي امام الحادث وعلى في ترعة على طريق صفت الخمار، زي ما حضراتكم شايفين يعني الطريق حجم الطريق رايح جاي، يعني زي ما حضراتكم شايفين العربية التانية، زي ما حضراتكم شايفين اهو العربيات رايح جاي، وانا دلوقتي في مكان الحادث، وزي ما حضراتكم شايفين ايضا يعني هذه العربية هي اللي حصل فيها تصادم مع السيارة نصف النقل، مما ادى الى انقلاب السيارة نصف النقل في الترعة. وزي ما حضراتكم شايفين السيارة الاخرى سيارة ملاكي يعني تحطمت تماما، يمكن الحادث لسه حالا من دقائق معدودة او نص ساعة تقريبا حدثت هذه الحادثة على طريق صفت الخمار بمركز المنيا. هنطمن على المصابين وهنتابع معاكم الموضوع، ولكن خلينا يعني نرصد ليكم لحظة الحادث الآن وطريق صفت الخمار، أو كما يسموها البعض طريق الموت المؤدي إلى قرية صفت الخمار بمركز المنيا. زي ما حضراتكم شايفين يعني منظر السيارة الملاكة تحطمت تماما. يمكن سألنا أحد الموجودين طمنا إن مفيش يعني حتى الآن وفيات، ولكن هنتابع معاكم التفاصيل أول بأول على القاهرة 24. يمكن أنا دلوقتي في مكان الحادث على طريق صفت الخمار، زي ما حضراتكم شايفين العربية نصف نقل وقعت في الترعة بسبب التصادم مع سيارة ملاكي. نسأل الله يعني أن إن كان في مصابين يقومهم بالسلامة، وإن شاء الله يعني يكون جميعهم بخير إن شاء الله. يعني زي ما حضراتكم شايفين طريق الموت يا جماعة، يعني مش أول حادثة تحصل على هذا الطريق، يمكن كمان زي ما قلت لحضراتكم من أسبوع تقريبا كان أحد شباب القرية برضو من قرية صفت الخمار توفي في حادث برضو بالطريق من هذا المكان، وقبلها برضو أقل من شهر كان شاب من أحد شباب القرية برضو توفي في هذا بالقرب من هذا المكان. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ويعني نحاول بقدر الامكان نهدي السرعه في الطريق، نحاول ما يكونش يعني نلتزم بقواعد المرور عشان الحوادث اللي بتحصل دي.